السوداني طلب من قادة الإطار قبل أيام، وهذه أيضا معلومة، في لقاء في اجتماع سري مع قادة الإطار، إخراجه من هذه الأزمة. الإحراج الذي يشعر به السيد السوداني إحراج كبير، لا يستطيع ضبط الفصائل، وحتى لا يستطيع رد الأمريكان ووقف الأمريكان في استهداف مناطق معينة تراها أمريكا أنها تشكل خطرا على التواجد الأمريكي في العراق. واليوم دخل الإقليم في الجانب الأمني في هذا الخط. السيد السوداني محرج جدا، وأنا وقلته من زمان أنه لا يستطيع أن يتصرف كامل التصرف باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، لأن هناك شيئا يقيد تصرفات وصلاحيات السيد السوداني، وهو الإطار التنسيقي الذي رشحه ليكون رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، لكن في الوقت نفسه يضغط عليه ضغوطات كبيرة يمنع السيد السوداني من التصرف كرئيس للحكومة أو كقائد عام للقوات المسلحة. هذه الأمور إذا لم يكن هناك دعم سياسي قوي من الإطار التنسيقي، قادة الإطار التنسيقي لمرشحهم السيد محمد الشياع السوداني، فإن ذلك سيضعف حكومة السيد السوداني أكثر مما هو ضعيف الآن، ويجعله مكبلا ومقيدا ولا يستطيع أن يتصرف أمام أي فصيل من هذه الفصائل. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من إيضاحات من أربيل، المحلل السياسي أستاذ ياسين عزيز، كنت معنا.